السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة نجرسكو بطعم الفراخ بطريقة سهلة جدا، ان شاء الله يعجبكم. نبدأ كده بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير مع بعض. معانا طبعا كيسين مكرونة سباكيتا، ومعانا فلفل الوان متقطع شرايح رفيعة، والزيتون متقطع شرايح، ومعانا البصلة متقطعة شرايح رفيعة، وجبنة موتزاريلا، وكيلو ونص لبن، وثلاث معالق دقيق، وثلاث معالق سمنة أو زبدة أو زيت الموجود عندك في البيت، وثلاث قطع جبنة نستو ومكعب ماجي، ومعلقة كبيرة قشطة. ممكن تستغني عن القشطة بس بصراحة بتدي طعم جميل جدا للنجرسكو. تمام كده. وآخر حاجة معانا البهارات، من كل حاجة معلقة صغيرة، كزبرة وفلفل أسود وبابريكا وملح بس كده. حلوة قوي كده، المقادير سهلة جدا اهو، وإن شاء الله الطريقة تكون أسهل. اول حاجه نعملها نسلق المكرونه. سلقت المكرونه اهو بالشكل ده، بص بسم الله ما شاء الله شكلها زي الفل ازاي. تاني حاجه هنبدا نعمل الفراخ. احط الطاسه على النار، احط فيها معلقه سمنه تسخن معايا، هنزل بالفراخ واقلبها كده على النار كده، شوحها لغايه لما تستوي معايا نص سوا. تمام كده، الفراخ استوت معايا اهو نص سوا. هنزل عليها بالبصله متقطعه شرايح رفيعه، وهقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بالبهارات. تمام زي ما قلتلك، فلفل اسود وكزبره وبابريكا وملح، وهقلبهم كده مع بعض لغايه الايه الفراخ ما تستوي معايا وتبقى تمام كده. الفراخ استوت معايا اهو بقى زي الفل. هنزل عليها بالفلفل الالوان وهقلبهم كده مع بعض تقلبتين، وبعد كده اخر حاجه هحطها الزيتون. حلوه قوي كده، هقلبها مع بعض بقى كده خلاص، واطفي النار عليها. هي كده ما شاء الله الفراخ استوت معانا وشكلها زي الفل اهو زي ما انت شايفه. تمام، نبدا بقى نعمل صوص النجرسكو. هنعمله بطريقه سهله جدا ان شاء الله يعجبك. الطاسه على النار، حط فيها معلقه السمنه ومعلقه الزيت ومعلقه الزبده، انا بحب اشكلها، انت لو عايز تحط حاجه واحده بس تمام. هقلب كده الزبده على النار كده لغايه لما تسيح معايا، وبعد كده هبدا انزل بالثلاث معالق دقيق واقلبها كده على النار، على نار هاديه جدا عشان خاطر ايه الدقيق ما يتحرقش منك. تمام، يا دوبك كده بس ياخد لون بسيط خالص معانا وطعم الدقيق كده يروح. هبدا انزل ايه باللبن. اللبن طبعا انا كنت غالياه وسبته لغايه ما برد خالص، ما ينفعش احطه ايه دافي، وانزل واحده واحده كده واقلب. تمام كده اهو لغايه ما يتقل معانا حاجه بسيطه خالص. طبعا صوص النجرسكو بيبقى خفيف مش تقيل اهو زي ما انت شايفه كده. بعد كده نحط معلقه القشطه والجبنه المثلثات والماجي والفلفل الاسود والملح بس كده. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. تمام زي الفل اهو، بص الصوص بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو زي ما انت شايفه، خفيف ولا هو تقيل ولا خفيف، مظبوط معانا. حلوة قوي كده، خلاص كده اطف عليه وابدا بقى اجيب الصينيه ونبدا بقى نرص كل الكلام ده فيها. تمام كده، الصينيه معانا اهو. انا طبعا ولا هدهنها سمنه ولا زيت، هحط على طول صوص النجرسكو كده على طول فيها. تمام، هفرده كده على الصينيه كده بالشكل ده بجد، بسم الله ما شاء الله جميله جدا، والصوص كده يبقى غرقان كده في المكرونه، الله هو اكبر، حاجه كده في منتهى الجمال. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم، احسن كمان من مكرونه البشاميل بصراحه، انا بحبها جدا اكتر من مكرونه البشاميل اهو زي ما انت شايفه كده. فردت كده صوص النجرسكو كده، وبعد كده هبدا احط المكرونه، طبقه كده من المكرونه اهو بالشكل ده. حلو قوي كده، هحط عليها تاني صوص النجرسكو، غرقيها كده خليها بسم الله ما شاء الله مليانه كده من الصوص، وبعد كده احط الفراخ وافردها. تمام حلو قوي كده، واحط الجبنه الموتزاريلا زي الفل. واخر حاجه بقى هبدا احط الايه المكرونه اخر حاجه اهو بالشكل ده، اغطيها كده. طريقتها سهلة جدا اهو، مفيهاش اي حاجة صعبة،
واحط بقى صوص النجرسكو بقى على الوش. بصي بسم الله ما شاء الله حطيته كله اهو بقى زي الفل. هحط بقى الجبنه الموتزاريلا بقى اللي عندي او جبنه شيدر الموجوده عندك. تمام حلو قوي كده. خلاص هحط بقى الجبنه الموتزاريلا، لو عندك جبنه شيدر كمان تحطيها معاها تبقى جميله جدا اهو. وادخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 ومولعه الفرن من تحت ومن فوق كده. دخلتها الفرن اهو طلعتها. بص بسم الله ما شاء الله شكلها زي الفل ازاي. بسم الله ما شاء الله وغرقانه في